كل سنة واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل لحظة وأنتم إلى الله أقرب يا خالي الهلال والبدر. شكر والحمد ليك يا رب على فرحة عيد الفطر. كل سنة وأنتم طيبين، وكل لحظة وأنتم إلى الله أقرب. عظماء مصر اللي عايشينهم مصر الزراعية، الفلاحين والمزارعين في كل مكان، أبائنا وأمهاتنا وإخواتنا في كل مكان في العالم الإسلامي، وفرحة إن شاء الله تعالى يا رب تنال قلبك وتاخد نصيبك منها. قبل ما نسترسل ونتكلم عن العيد والعيدية والفرحة والذكريات، اسمحوا لي أرحب بالقديرة زميلتي دينا. دينا كل سنة وانت طيبة وكل لحظة طيب يا طه، وبألف خير بإذن الله يا رب. يا رب علينا جميعا وعلى كل أمة المسلمين أجمعين، كل سنة وحضراتكم طيبين وبالعيدية مبسوطين وبالكحك متهنيين، وطبعا ملتزمين ومتباعدين وفي بيوتنا آمنين مطمئنين، وعشان الفترة الجاية إن شاء الله هنكون مع الكورونا متعايشين. حقيقة الفترة دي يمكن أو العيد بشكل أخص جاي في ظروف استثنائية زي يمكن رمضان بالضبط، عشنا روحانيات مختلفة لكن خرجنا بكنوز كلنا يمكن شفناها، أو ناس قبل ما يدخل عليهم رمضان كنا شايفينه محنة لكن تحولت إلى منحة، لأننا بدأنا نتقارب كأسرة، بدأنا نتقارب كأب وأم وأخوات قاعدين في بيت واحد، عايزين نفس المعنى ونفس الفرحة ونفس السعادة تبقى إن شاء الله في العيد إن شاء الله تعالى بإذن الله. ربنا يا رب الفرحة تحم كل قلوب الناس. بس أنا كطاها عايز أقول حاجة بس لجمهورنا، وثلاث رسائل معايا، ثلاث رسائل أمانة في رسالة من الجيل اللي قبلي والجيل اللي أنا بتاعي والجيل اللي طالع، اكتشفنا إن احنا بنتخدع لمدة سنين وسنين. هقول بقى الأمانة ورضا الله، لأن دايما في العيد بيبقى فيه شوية تجاوزات كده، فدي فرصة نقولها فرحة العيد. وإحنا في أيام العيد لازم نقول بقى لأي أم مصرية كل سنة وأنت طيبة، بس بلاش الجو بقى بتاعه والنبي يا حبيبي لميت العيدية هاتي هحوشها لك. أوعى بقى القصة دي، بص أنا جايين قد النفوس، فهمنا خلاص. أي حد يقول لك هات العيدية حوشها لك تنسى. تاني رسالة بقى عشان الظرف الاستثنائي اللي بتقول عليه دينا والعيد ليه طقوس خاصة دلوقتي إحنا عايشينها، لا أي حد يتنصح عليك يقول لك مش هديك العيدية حبيبي عشان كورونا وعشان خاطر اللي فيها فيروس، اعمل حركة جريئة جدا وأنا أقول لك وأجر على الله. في كحل بقى إزازة بتسعة وإزازة باتناشر وإزازة بسبعتاشر جنيه، اتصرف وهات دي وقول له لا معايا أنا بقى الكحول بتاعي والحاجة بتاعته المطاير بتاعي، بس أنت هات العيدية، فما تخليش حد يضحك عليك. الرسالة بقى الثالثة لأخونا الأخ الكبير أو الأخت الكبير، دايما بيبقى في حد كده يدينا إيه نصح حبتين، خد خبرة العيد وبعدين بصص على الفلوس بتاعة العيدية بتاعتك. اه والله لا ده قصص غريبة بتحصل عشان كلنا عشناها معنا. فيجي لك آخر اليوم بعد ما تلمهم يفرح كده ويبص كده بنظرة الخبير ويقول لك كلمة بقى لذيذة اللي هو وانت هتصرف الفلوس دي ازاي؟ دماغك بقى تلف، أو هو بيبيت لك كده على بيات علنية سودة تدهم له، هو يجيب أكل بيهم ويعمل نفسه جميلة كمان إن هو بشاركك في الهدية بتاعته أو في اللعبة بتاعته. انسوا القصة دي. الحاجة الثالثة بقى لحبايبنا اللي هم رسالة ويبعتها لكل الناس، والرسالة مكتوب فيها حاجة لذيذة خالص. انت اول واحد اعيد عليك ما حصلش، والنبي الرسائل المطبوعة بالله عليك، وده احنا في عيد لا بلاش، قول للي قدامك كل سنة وانت طيب، وبما ان احنا ظرف كده فمش تستكترش عليه كمان تسمعه صوتك. دي حاجة حلوة واحساس جميل حقيقي والله. احنا فعلا عايزين العيد ما ننساش فعلا ان احنا نصل ارحمنا. اي نعم احنا متباعدين وكلنا في بيوتنا ما نقدرش على الزيارات زي ما بالظبط عملنا في رمضان، بعدنا شويه عن العزومات، لكن ما يمنعش يبقى في رساله حلوه جدا زي ما قال طه يمكن بشكل خفيف الظل، انه يعني الحاجات المتكرره نحاول ندي مشاعرنا اللي في قلبنا، نقول حاجات كلها فعلا اخلاص كده من جوه قلبنا بجد وتوصل اللي قدامنا. المهم ان نصل ارحامنا وكل العيله تسمع صوتنا، حتى لو كان على الفيديو كونفرس او السكايبي او اي كان، بس نحاول ان احنا نتواصل حتى لو كنا متباعدين. وده يمكن اللي خدناه درس مهم جدا من رمضان، عشنا روحانيات مختلفه جدا، عايزين نكمل ان شاء الله في العيد بنفس الطقوس دي، والحقيقه هنستمتع. عايزه ناس كتير كمان ما تزعلش ان العيد ده جاي في ظروف خاصه، مفيش فسح مفيش سينمات مفيش خروجات، لكن ان شاء الله المهم نفرح بعد العيد ما نتنكدش، لان طبعا عارفين الناس اللي بتخرج ممكن تتبسط شوية لكن هتتنكد بعد العيد لو حد أصاب وجاله حالة وفقد حبيب ليه أو قريب يعني للأسف بفيروس الكورونا. نقول كمان لكل صائم، لكل واحد كان ساجد، لكل واحد طلع زكاة، وكل واحد راعى
خاطر الناس، جبر بخاطر حد، فرصة كمان تكمل تاني أعمال الخير لا تنتهي. ربنا عز وجل بإذن الله إن شاء الله تعالى هو الكريم، هو اللي دخل في قلوبنا فرحة العيد. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. الحقيقة أنا في بداية الحلقة الحقيقة ليلة العيد وأم الكلثوم ما ينفعش أبدا يجي العيد من غير ما يسمع الأغاني الجميلة دي، وأهلا بالعيد ويا ليلة العيد. الحاجات الحلوة دي عايزة استمتع أكتر. أنا هشوفكم بقى واتفرج عليكم، وطه هيكمل معاكم الفقرة الجميلة دي، وخلونا نستمتع أكتر بالمطربين الجمال اللي معانا. يلا شوفك على خير.